عليكم خواتي، مرحبا بكم. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. اليوم بغيت ندير لكم لي بات. نتوما اختاروا اي نوع عندكم في لي بات. انا اختاريت هادو، وانتم اختاروا اللي حبي اللي حبيتوهم. عندي حوالي 300 غرام تاع جمبري لي كروفيت، عندي القشطه، عندي الملعقه تاع موطرد مسترده، عندي ثوم، عندي فلفل، عندي شويه سكنجبير، زوج ورقات رند وشويه زحتر. وكنت لقيت في السوق كريمه الجمبري. انتم اللي ما لقيتوهاش ما ديروهاش، يعني ماشي ضروري بزاف. راني ديجا مسخنه الزيت، نمروا للتحضير. راني مسخنه ديجا الزيت من قبل. نو استغفر الله، تسمحوا لي. غادي نقلي شويه الجمبري. غادي نقليها ومن بعد نوريكم. قليت الجمبري وخرته، دونك في نفس الزيت غادي نقلي الثوم. نحط فوق الغاز حتى ينقلى. دي فوا نحبس لكم على خاطر الحس تاع المقله، ما نبغيش تسمعوا الحس. نقلي الثوم، ندير شويه تاع الملح، ما تكثروش الملح باسكو الجمبري ما يبغيش الملح بزاف. ندير لي زيبيس تاعي، المسترده، وهنا نضيف الكريمه. نخليها تغلي شويه واحد 5 دقائق، ومن بعد نرمي لها الجمبري اللي قليت. الى لاصوص تاعنا وجدت. انا كنت زدت لها زوج مغارف تاع جبن، لخاطرش استعملت الكريمه السائله، استعملتها نقصت الدسم. لا كريم تاعي كانت شويه خفيفه، زدت لها زوج مغارف تاع جبن. ابري ندابوتو تستعملوا الكريم فريش طازج جات كامله الدسم، ممكن نزيد زيت الجمبري، زيت كريمه الجمبري اللي قلت لكم ماشي ضروريه. سا ديبون، كل كاين في بعض البلدان تلقوها، كاين اللي ما تلقوهاش. حنا عندنا درتها وهي اختياريه. هي الفطور تاعنا خلاص راه واجد. غادي نطفي عليه من بعد تشوفوا في صحن التقديم. وها هي وصفة اليوم التياغاتيل بالجمبري، كملناها. ان شاء الله يا ربي تعجبكم وتلان رضاكم، راهي وصفة سهلة. الى عجبتكم ما تنسوش تديروا لايك وتخلوا لي تعليقاتكم. انتظروني ان شاء الله في فيديو قريب. مع السلامة.